هنوضح من البدايه الكواليس اللي حصلت في الجلسه النهارده. اترافعنا اثبتنا ان مفيش ماده الهيروين المخدره في دم ابراهيم، تم اخذ منه عينه بول وعينه دم، والمعمل اكد عدم وجود ماده الهيروين في دمه، ودفعنا ببعض الدفوع الجنائيه في بطلان استيقافه وبطلان تفتيشه، وان ابراهيم ملوش اي سوابق، واكدنا ان كان في مشاده كلاميه، ان الضابط طلب بطاقته وابراهيم قال له تكشف عليا ليه، انا معليش حاجه، شدوا مع بعض فالضابط قبض عليه ورمى بطاقته وعمل له القضيه. ولكن لو كان الضابط كلامه مظبوط كان جميع كاميرات المكان اكدت ذلك، اما انا يا جماعه مفيش كاميرا واحده تاكد الواقعه. اللي مضبوط بكيس هيروين يعني جرعه تكفي جرعه، اكيد في دمه، اكيد بيتعاطى قبل كده، اما انا يعني موضوع ملوش اي اساس من الصحه. الواقعه كشفه نفسها والتلفيق باين وظاهر للجميع، واملنا في ربنا كبير وهيئه المحكمه هتصدر القرار دلوقتي. ما معنى ان فيها تلفيق لابراهيم؟ يعني ايه معنى؟ يعني انا لما اضبط واحد واقول ان هو بيتعاطى ماده الهيروين واضبط معاه تذكره، يعني مش تاجر، يعني مش كميه كبيره. معناها ان تم ضبطه بتذكره هيروين واحده، وتم تحليل دمه ثبت عدم تعاطيه لماده الهيروين، فده ياكد الكيديه والتلفيق، ومفيش في دمه اي مواد مخدره من المواد اللي ضبطت. يعني الكلام مش مظبوط. انا عدم حضور المستشار مرتضى منصور النهارده في الجلسه، ما عنديش خلفيه، انا تم توكيلي من الدكتور توفيق عكاشه شخصيا. طب حضرتك شايف القضيه ممكن تصير هيوصل لحد فين؟ ان شاء الله خير، القضيه خلصانه خالص وان شاء الله مطمنين خالص، يعني كل الادله بتاعتنا بالمستندات. طب بالنسبه لقضيه التزوير حشيش، يعني مع هو مفيش اي اتهام لابراهيم توفيق عكاشه بالتزوير، وما زورش اي حاجه، وشعاعات بتطلع وكلام كتير. البنت الثانيه اللي كانت موجوده خافت، بيقول لها اسمك ايه؟ قالت اسم اختها خايفه، او تم يعني الشوشره على ابراهيم. ابراهيم ملوش دعوه بالكلام ده خالص. ابراهيم كل اللي حصل ان الضابط بيقول له بطاقتك عشان اكشف عليك، فشد معاه قال له تكشف عليا ليه، فحصل مشاده بينهم. الضابط ادعى ان هو بيتعاطى ماده الهيروين، والتحاليل اللي تمت عن طريق النيابه العامه اكدت عدم تعاطيل ماده الهيروين. الامر واضح خالص، يعني انت شايف انه ممكن يخرج براءه ان شاء الله بنسبه 100%. امتى مثلا؟ اللي امتى المحكمه هتقرر، بس الواقعة يعني ان شاء الله ملفقه زي ما احنا شايفين والامر واضح. يعني ايه سبب تغيب توفيق عكاشه النهارده عن الجلسه؟ راجل محترم قال لو ابني مدان يعاقب، ولكن ان شاء الله بنقول له ابنك مش مدان في اي حاجه بالادله والمستندات. محتاج تضيف اي حاجه تاني في ال؟ لا ولا اي حاجه، ان شاء الله خير والقضيه ان شاء الله خير، في انتظار القرار كمان ساعات قليله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. شكرا. صح.